استضافت جامعة الدول العربية فعالية إطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا. وأشار التقييم إلى ارتفاع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024 ليشمل 4,100,000 مواطن، بما في ذلك 2,610,000 مواطن جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء جراء الحرب الإسرائيلية الراهنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحل المسمى حل الدولتين هو الحل الذي تؤيده جامعة الدول العربية بدولها وقائم على المبادرة العربية للسلام. فيش أي شيء جديد في هذا الأمر، وهو أيضا حل تؤيده منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة، وهو أيضا حل ورد في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن لا سبيل للخروج من الدائرة الجهنمية التي ترغب إسرائيل دائما في إلزامنا بها سوى بأن نخلق أكبر قاعدة ممكنة دولية للترويج لهذا الحل باعتباره الحل الوحيد. الرسالة الأساسية من هذا التقرير بأن التعافي في فلسطين ليس أمرا ينتظر وقف إطلاق النار. التعافي في فلسطين هو أمر يجب أن نبدأ بالتخطيط والإعداد له من الآن، وأن الاعتماد على المعونات الإنسانية فقط واعتبارها كافية لمعالجة ما الدمار الذي حصل أمر غير كافي نهائيا، وأن دولة فلسطين شهدت تراجعاً كارثياً في التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية خلال سنة واحدة. رغم من فداحة المعاناة الإنسانية بشكل عام، ولكن ليس هناك أي معرفة دقيقة بما يتعلق بالأرقام الحقيقية للكلفة الاقتصادية والاجتماعية والمعاناة اللي بيعانيها الفلسطينيين في قطاع غزة. فقط عندما تنتهي الحرب وعندما نعرف ما هي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحرب على قطاع غزة، وقتها نعرف إحنا ما هي الأرقام الحقيقية وما هي حجم المعاناة في قطاع غزة.